كاين اليوم اللي غادي تخيلوا فما توقفوش. شوفوا درت باش نتبرمج باش هاد المايو الاخر طن مؤخرا زمت من الله ما كيتبرمجش ليا. مشيت عند بنت خصني البيسين ورجعت سخفت المصفى ما كيخليكش تبرون زي ما انت هالمستور مغطي من اللون. زلات كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صافا كلشي مزيان اموركم؟ الوغ كيف كتشوفوا المهم حنا راه اصلا عايشين في المغرب حاليا فصول 4، شويه شمس شويه برد شتا. المهم الفيديوهات اللي غتشوفوا راه ديال فاش كان ولاد اختي في المغرب صورتهم وما كانش عندي وقت ندير مونتاج ونزل. فكيف كتعرفوا اللي كنعكس على اليوتيوب وصافي جاني الملل منه الصراحه، ما بقيتش اب تو ديت كل نهار كننزل لكم يعني فيديو في اليوم، كنت على القليله فيديو في النهار مؤخرا وليت متكاسله. ولكن ان شاء الله نحاول نرجع، ديما كنقول لكم نحاول نرجع ولكن راه شنو نقول لكم. المهم غادي ننزل لكم فيديوهات هنايا غتشوفوا لقطات، يمكن غنجمع بزاف الفيديوهات في فيديو واحد باش نخوي، لان عندي عامر بزاف تليفون فمضطر انني نحيد الفيديوهات اللي عندي ديال الصيف اللي مصوراهم وما دايرهش لهم مونتاج وما منزلاهمش. هنا كيف كتشوفوا ولد اختي فاش كان هنايا طاح مشينا لبيسين وخا هكاك، ولكن هو ما عامش غير تبرونزا وعام غير من تحت ما قاصش راسو. فكيف ما قلت لكم داك الصيف راه كان داز عندنا في غي مساكن الامراض، مرضو ماشي هذا يبرا هذا يمرض هذا يبرا هذا يمرض، ايوا صافي هادشي اللي كاين. وطبعا هنايا كنا مشينا لهاد الكيستار ومالي بس ايطاليا مزيانة، جينا ونتعشاو تماك يعني كنحاولو ماكسيموم نحط ليكم ديك تلك السيمانة باش درنا فيهم بروغرام اللي نقدر نستغلو وصافي. وهذا مكاين، المهم معرفتش في الفيديو صراحة اش غيكون فيه، يقدر يكون فيه غير فلوقات ديال الصيف جمعتهم في فيديو واحد، يقدر يكون فيه شي حاجة أخرى سينو حتى من بعد وتشوفو الباقي. يلا سيو باي باي باي. هاد البرودكت هذا عطيك كون كيعجبني كيعجبني، كنت باغي نصايبو معكم نديروه دي اي واي راسنا نصوبو في البيت، مي ما كانش عندي الوقت فكومونديت اونلاين وصلني ماشي كولابوراسيون. شريتو صراحه شريتو كنت كان صافي خرج الصيف ولكن جربته عجبني زوين. يعني بالنسبه لك انت كتبرونزاي وكساليتي كتقدي ديريه لابو كامله، كيعطيك هاد البغونزاج وهاد اللي فيه هذا باش كيبقى لابو كتبان شاين بري كتبري او فيها واحد اللمعه وان ميم طون برونزي، فهمتي يعني كيكون عاطي واحد لي في زوين برونزاج زوين. فصراحه مازال غادي نعاود نستعملو، راه هاد الايام ما جاتنيش الشمس رجعت عاوتاني شويه. الواحد يقدر مازال يمشي يتبحر واخا البرد كاين. وصافي صراحه عجبني عجبني، يعني بحال مثلا بغيتي تخرجي تلبسي غوب ولا شي حاجه ولا هذا وبغيتي يكون لابو ديالك كتبان برونزي ديريه ليها وكتلبسي. الا بغيتو نجربو معكم كتبوا لي في التعليق في الكومنت خليوه ليا نوريكم كيفاش ابليكيوه. ديجا وريتو لكم وخديت عندهم حتى هادو ني دي شونتيون باش نجربهم، ماشي شريتهم هادو دارتهم يا زعما كادو. صافي هنايا راه كنشرب قهوه مع ديسير، وهنا عاوتاني كنت جربتو على غير هنايا جيت للكتاف وهكا صراحه عجبني. وغنعاود عاوتاني مره اخرى عاوتاني درتو ملي كنلبس شي حاجه بعض المرات مفتوحه كنديرو غير الاضاءه، كنت دايره الرينغ لايت مع الاضاءه ديال هذيك الهوليوود ميرور عاطيه اف بزاف بيد ما كيبانش. هو ما خاصني نعاود نديرو لكم، ها نتوما دابا كيبان ولكن ملي غادي نابليكيها على لابو ما يبقاش كيبان حيت الاضاءه اللي ما عطاتوش حقه. مي صراحه راه كيعطي واحد اللي فيه خطير واحد البرونزاج زوين، ولي انا تندير سميتو ولا ماشين خدامه يمكن صداع عندكم. فالمهم دابا نعاود نجربو معكم، الا بغيتو كتبوها ليا في التعليق زوين زوين هذا كنصحكم تاخدوه، اولا بغيتوني ندير معكم كيفاش تصوبوه راسكم في البيت قولوها ليا. يلا نتلاقاو في فيديوهات جايين، ديما مشارك في القناه تشارك وفعل زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تخليو لي لايك كومنت. باي باي.